موجودين اليوم معكم بقسم الأطراف الصناعية في مركز التأهيل الملكي في الخدمات الطبية الملكية الرائدة والسباقة دائما في تقديم أفضل الخدمات لمنتفعينها وزوارها. راح نكون معكم بهذا التقرير لنشوف أكثر عن الخدمات اللي بيقدمها القسم، خليكم. يمر الطرف الاصطناعي بعدة مراحل، وأولها أخذ القياسات اللازمة للمريض من خلال القياسات العادية أو الإلكترونية لعمل وتشكيل القالب، بعد صبه وعمل التعديلات وتحديد مناطق تحميل الوزن لعمل الطرف الاصطناعي. موجودين احنا بقسم الاطراف الصناعيه وخاصه في جزئيه مهمه فيها واللي هو الاجهزه، قسم الاجهزه والاطراف المحوسبه، وهذا هو الاول من نوعه في الاردن وفي الشرق الاوسط نحكي به بشكل عام. احنا عن ايش دور هذا الجهاز؟ الكاد كام سيستم هو عباره عن جهاز محوسب، احنا نعوضه بالطريقه التقليديه اللي كنا نستخدم فيها للمريض القياس، كنا ناخذ الطريقه التقليديه طريقه الجبصين. هذا الجهاز جهاز باخذ طريقه عباره عن رسم للجزء المصاب للمريض، بدخله عندي على الجهاز على الحاسوب، بنقدر نعمل عليه اي تعديل اللي مطلوب منا، بنقدر نعمل من درجه الانحراف تعديل، تعويض، تطويل، تقصير، كل هاي الاشياء بدل ما كنا نعملها بطرق تقليديه بالجبصين بتاخذ وقت طويل، الان هذا كله بنعمله على الجهاز، عباره عن بس كمبيوتر وسوفت وير، وبيعطي نسبه دقه اكثر وعاليه اكثر. الان الجهاز الثاني، الجزء الثاني من الجهاز، الجهاز عباره عن سوفت وير زي ما شفنا من الخطوه الاولى، هاي اسمها الميلينج ماشين، هي الان هاي الماكينه بنقوم عليها بادخال البيانات والمعلومات اللي عملناها هناك للجهاز، والجهاز بقوم الان بعمليه الحف بقطعة بدلين، نحط قطعة بدلين خاصة لهذا الجهاز، بملي مجسم كامل لجسم المريض اللي أدخلناه على الجهاز. الآن هذا المجسم بنقوم بعد هيك بكمل تكميل عملناه وكميل شغلنا، بس هذا المجسم الآن كنا نعمله إحنا بالطريقة الاعتيادية بالجبصين. مثلا إذا كنا نعمل جهاز لتقويم العمود الفقري لمريض مثلا عمره تقريبا 40-45 سنة، ممكن يكون وزنه 70 كيلو مثلا المريض، ممكن هذا الجهاز يكون وزنه بالجبصين 60-55 كيلو، بينما بقطعة البدلين بيكون جهاز عبارة عن بس وزنه 3-4 كيلو، ففرق معنا بالجهد، فرق معنا بالوقت، وفرق معنا في ثلاث مراحل تقريبا. المرحلة الأولى كانت مراحل يعني حديد بحت، كان ياخذ الجهاز بطريقة تشكيل الحديد، كان طبعا طريقة قديمة والأجهزة كانت ثقيلة الوزن وبنفس الوقت تعديلاتها صعبة شوي. أوكي، طورنا المرحلة اللي بعديها صار أنواع ثانية، كان فيها تدخل فيها الألمنيوم وبنفس الوقت أخف شوي وزن من الحديد، وبنفس الوقت تشكيلها أخف شوي أسهل من موضوع الحديد. نعم، والجيل الثالث اللي هو دخل علينا بالخدمات الطبية الملكية وتطور، اللي هو جيل الكربون اللي هو FCB كربون، بيحمل أوزان تقريبا لفوق 80 كيلو 90 كيلو ما في أي مشكلة، وطبعا لكل عمر في له ستيج معين، يعني في الأطفال وفي المتوسطين الوزن، في الكبار الوزن الثقيل.
التقينا بمجموعة من الأشخاص الذين استفادوا من المكرمة الملكية السامية بتركيب اليد الإلكترونية، وكان لنا معهم هذا اللقاء. والله يا ستي سبب إصابتي حركة وضغط عالي تعرضت بسنة 1990، نتج عنه بتر يدي اليسار وتشوه بيدي اليمين وبتر أصابع رجلين ثنتين. إصابة قوية كانت؟ إصابتي قوية. كيف كان تعامل قسم التأهيل الملكي بحالتك؟ والله أنا طبعا حالي نادرة، والله والكل يعني من مدير المركز لإلهم كلهم يعني كانوا يتعاملوا معي بكل لطف، وبيعتبرون أنا واحد منهم يعني باعتبار أنا مرتب خدمات. والله أنا من أول يوم بإصابتي وأنا داخل المركز هذا من مستشفى فرح، من مركز فرح لغاية أنا موجود عندك هنا داخل مركز التأهيل، استقبلوني حتى وأنا كنت على سرير العلاج، وكانوا يعني بين اللحظة وبين الثانية كانوا يزوروني، وبالمقابل كمان ظلهم مباشرين تواصل معي لغاية ما حصلنا على مكرمة جلالة سيدنا. كرم سيدنا ما بتنقطع، دائما بتواصل ودائما مستمرة، فكانت هي عبارة عن نقطة تحول بحياتنا أصلا من المكرمة الهاشمية لغاية ما ركبنا الإيد وبلشنا نتعود عليها، من غاية تقريبا 6 شهور صارنا معها. هي أثر حادث سير حصل في 10/6/2010 أدى إلى بتر إيد اليسرى اللي تعتبر هي الإيد الحيوية، لأن أنا أعتبر شملاوي، والحمد لله الإيد هاي يعني مكنتني مثلا أني أرجع للكتابة يعني، وأستعملها بأشياء أخرى يعني بتساعدني في حياتي اليومية. الخبراء هون متمكنين وكانوا يدربون عليها باستمرار، والحمد لله يعني صار لنا احنا 6 شهور هسه يعني صارت الإيد يعني جسمنا، صرنا هسه متعودين عليها وصرنا نتحرك فيها بكل سهولة والحمد لله.